أتواجد الآن على المدخل الشرقي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومن خلفي أبراج تعرف باسم أبراج عين جالوت. قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أحد الأبراج وهو برج 10، واستهدفت منه الطوابق العلوية، وما زالت كما تشاهدون النار مشتعلة في أحد الشقق السكنية التي أصابتها الصواريخ بشكل مباشر. وبحسب إفادات بعض السكان الذين تواجدون في هذه المنطقة فإن هناك عدد آخر من الأبراج مهددة بالقصف، وهي أبراج 9 و8 أيضا مهددة بالقصف، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح جديدة لدى السكان، وخرجوا من هذه الأبراج خوفا من أن يتم استهدافها دون سابق إنذار كما حدث في المرات السابقة، حيث كما تشاهدون بأن هذه الأبراج تعرضت في وقت سابق إلى القصف والتدمير، بتدمير عدد كبير من الأبراج، وأدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات الفلسطينية خارج المخيم، حيث أن هذه الأبراج هي ممتلئة بالسكان، ولكن بفعل القصف الجوي والمدفعي على المخيم تم نزوح الكثير من العائلات الفلسطينية. وقبل قليل كما ذكرنا بأن تم استهداف برج 10 وأن هناك برجان آخران مهددان بالقصف، هذا يتزامن مع التحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيرة فوق هذه الأبراج. ونشير مشاهدينا الكرام بأن المدخل الشرقي للمخيم قد تعرض إلى عملية برية إسرائيلية موسعة في وقت سابق أدت إلى تجريف الأراضي الزراعية كما تشاهدون، بالإضافة إلى تدمير المنازل والمباني، وأصبحت هذه المنطقة منطقة المدخل الشرقي للمخيم شبه خالية ومنطقة أشباح نظرا لتدميرها وهجرة السكان أو نزوح السكان الذين خرجوا إلى مناطق مواصي خان يونس ومواصي رفح، بالإضافة إلى مواصي دير البلح وسط القطاع. إذا نحن نتحدث عن تصعيد إسرائيلي منذ عدة أيام في مخيم النصيرات بشكل ملحوظ، وهناك بشبه يوم استهداف للمنازل والبيوت، ومؤخرا يعاود الجيش الإسرائيلي استهداف منطقة أبراج عين جالوت. من مخيم النصيرات وسط القطاع، عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.